الطفل لما بيتولد مع أول أنفاسه في الحياة بيصرخ، وفي الأبحاث الحديثة اكتشفوا أن في 6 أنواع للصراخ، وهم الألم والغضب والخوف والسرور والحزن والفرح. في بقى صرخة 7، وهي صرخة ماركو تارديلي. ولو أنت مصري فأنت أكيد تعرف ماركو تارديلي لسببين: الأول عشان كان مدرب منتخب مصر في 2004، والتاني هدفه في نهائي كأس العالم 1982 وصرخته الشهيرة ضد ألمانيا الغربية. إيطاليا دايما قبل كأس العالم موعودة بالمشاكل، وفي 1980 ضربت إيطاليا فضيحة توتونيرو اللي أطاحت بلاتسيو وميلان للدرجة الثانية، وأوقفت باولو روسي لسنتين بسبب التلاعب في نتائج المباريات بالدوري الإيطالي. الأتزوري كانوا في المجموعة الأولى اللي ضمت بولندا وبيرو والكاميرون، وتعادلوا في المباريات الثلاثة وتأهلوا بفارق هدف واحد عن الكاميرون للدور الثاني. الدور الثاني كان بنظام دور المجموعات، 4 مجموعات كل مجموعة فيها 3 فرق بيتأهل بطلها لنصف النهائي. إيطاليا وقعت في واحدة من أقوى مجموعات كأس العالم عبر التاريخ مع برازيل زيكو وسوكراتس وفالكاو وأرجنتين الموهبة الشابة دييغو أرماندو مارادونا. فازوا على الأرجنتين 2-1 وتارديلي سجل، وعلى البرازيل 3-2 وتأهلوا لنص النهائي وقابلوا بولندا للمرة الثانية وكسبوا 2-0. النهائي كان مباراة كلاسيكية بين إيطاليا وألمانيا الغربية. باولو روسي تقدم لإيطاليا، وقبل 21 دقيقة من نهاية المباراة الكرة مع لاعب ألمانيا الغربية في منتصف الملعب، تنقطع منه الكرة عشان تبدأ هجمة لإيطاليا. 5 تمريرات إيطالية والسادسة من جايتانو شيريا لتارديلي اللي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية سكنت مرمى الحارس هارالد شوماخر. بعد الهدف صرخ تارديلي صرخته الشهيرة وهو بيهز ايده وبيقول جول جول. تارديلي وصف السر وراء صرخته بعد كده لموقع فيفا وقال: بعد ما سجلت الهدف مرت حياتي كلها قصادي، نفس الشعور اللي قاله انه بينتابك لما تقرب من الموت. كانت فرحة التسجيل في نهائي كاس العالم عظيمة، وده الحلم اللي حلمت بيه طول حياتي، ومع احتفالي اتولدت الصرخة دي، وكانت اللحظة المناسبة اللي الصرخة خرجت فيها. هدف واحتفال أيقوني، أصبح مشهور ومعروف بصرخة تارديلي، ومن أبرز مشاهد كأس العالم تاريخيا. المباراة انتهت 3-1 لإيطاليا اللي أصبحوا أبطال العالم للمرة الثالثة في التاريخ وقتها. ورغم أن فابيو جروسو أطلق صرخة مشابهة بعد هدفه ضد ألمانيا في نص نهائي كأس العالم 2006 واللي كسبوه من فرنسا، وكان عندهم أزمة مشابهة قبل البطولة واللي معروفة بالكالتشيو بولي، إلا إن صرخة تارديلي هتفضل ليها مكانة خاصة رغم بساطتها. صرخة قالوا إنها من أجل 56 مليون إيطالي، صرخة الفوز بكأس العالم.